بعد النحالة كي لقاها هاد الشمعة كارمي ما ترميش بحال الزوائد الشمعية، ما ترميهاش، الشمع طبيعي هذاك ما يمكنش ترميه. كانت الخلية خاصة إطار، مايمكنش ترمي هاد الشمع بحال هذا. درا هو دار فيه عسل، عسل طبيعي. هذا غادي نديرو في هاد الكادر هذا، غادي ندخلو هاد الشهر معاه. انا وجدتو دابا هذا ما رميش، يومين غادي تكاد الكادر تبرك عليه هنا وكيلصق، كتبرك عليه كيلصق هكا هكا صافي. غادي نديرو في الطرف، بقا يدير فيه تا الدكور ماشي مشكل. هذا كنت عطيتهم إطارات ديال الشمع، هانتوما شكون هو مزيان دكور. قامت باللسة ديالي مباشرة، مشكل ديال الرطوبة وأنا غادي نديرو، مبغي يطرالو تا حاجة طرف، مشكل ديال الرطوبة في الخلية. غادي دابا راه خاصها تحسين، هاد الرطوبة هي السبب تطريد النحل، مع كضرب الأمطار وكتخرج الشمس هو السبب ديال تطريد النحل. توقع واحد الحرارة مرتفعة في الخلية، حرارة قوية كتسبب عرق للنحل، النحل تما كيبدا تما النحل كيبدا في التطريد، عملية التطريد. ما شاء الله السنة لا بأس بها، كاين كاين مرعى. قلت لكم كاين مشكل ديال الرطوبة، بعض الخليات راه كانت فيها رطوبة، راني حليتها اليوم هادي 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 ما هادي ما لقيتش فيها رطوبة. نشوف واش بقى داك.